تبنى البرلمان الأوروبي قرارا يدعو الاتحاد الأوروبي لإعادة تقييم علاقة الاتحاد الأوروبي مع القاهرة في ضوء ما وصفه بالتقدم المحدود للغاية في السجل الحقوقي المصري. وكان البرلمان الأوروبي قد عقد جلسة مناقشة حول وضع حقوق الإنسان في مصر وسياسة الاتحاد الأوروبي تجاهها ليصدر القرار بأغلبية 326 نائبا برلمانيا، بينما امتنع عن التصويت نحو 186، فيما صوت ضد القرار 46 نائبا. Be very clear. There are hundreds and thousands of people detained arbitrarily that have no access to fair trials. These are lawyers, these are journalists, these are human rights defenders, bloggers, etc. So all those people, we want them to be free. I was last week as a delegation leader of the European Parliament's delegation to COP27. And I have to be very honest, if I then hear the Commission that they are very happy with the room for civil society that was there, sorry, you were not there. There is a shrinking space for civil society which was there in Sharm el-Sheikh. People were intimidated, harassed. There's even a complaint by the German government. They don't do that for nothing. We, with this badge, were harassed at the entrance where we are only making the claim. ينضم إلينا عبر الإنترنت من القاهرة نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك. وأرحب كذلك من جنيف محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي. أهلا وسهلا بك سيد محمد. مدى حجية القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي؟ يعني أعتقد أنه القرار مهم، لأنه مصر في شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأنه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بتلزم مصر، بالإضافة يعني أنه في مصالح اقتصادية إلى آخره، لكن ومساعدات، لكن أيضا ضمن الاتفاقية هو ملف حقوق الإنسان. فأنا أظن أنه في الفترة الماضية ربما كانت العالم كله مشغول لأسباب يعني مختلفة، فما كانش الملف ده بيتم الحديث عنه بشكل موسع. أنا أعتقد أنه خروج القرار في التوقيت ده، ده معناه أنه الدولة المصرية لابد أنها تضع في اعتبارها أنه استمرار اتفاقيتها مع الاتحاد الأوروبي ويعني والحصول على امتيازات اقتصادية ومساعدات، أنا أعتقد أنه ملف حقوق الإنسان يكون حاضر طول الوقت. طيب سيد نجيب، من وجهة نظر مصرية كيف ينظر إلى القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي؟ والحقيقة طبعا حضرتك أنت لم تسردي يعني ما قاله البرلمان الأوروبي من انتهاكات مزعومة في مصر، لكن وعلى أي حال البرلمان الأوروبي حينما يصدر قرار يعني لابد أن يعني يقول البرلمان الأوروبي إذا كان هناك انتهاكات ما هي مصادر يعني ما توصل اليه البرلمان الاوروبي. نحن ايضا اتفقنا فيما سلف ان لابد ان يكون للقرار له مصدره، له شفافيته، له حيثيته، ايضا ان يكون القرار موثق بماديات معينه او وقائع معينه حتى يمكن الرد عليه. ومع ذلك يعني دعني ان انا ارد على حضرتك ان البرلمان ممثل البرلمان الاوروبي جوزيف بوريل كان موجود في كوب 27 في شرم الشيخ، وايضا كان معظم الدول الاوروبيه موجوده. يعني لو كان هناك انتهاكات فيما يتعلق بما يعني زعمه البرلمان الاوروبي لكان قد يعني سردت او تم رويها في اجتماعات شرم الشيخ، وخاصه ان اجتماعات شرم الشيخ لم تكن ايضا قاصره على محادثات المناخ فقط، وانما تعرضت ايضا لقضايا حقوق الانسان، وبالتالي نفسي اعرف وقائع معينه عشان ارد عليها انا البرلمان الاوروبي. لكن مجرد يصدر قرار باعاده العلاقات او اعاده النظر في علاقات مع القاهره، هذا يتطلب وقفه ما هي الانتهاكات التي سردها البرلمان الاوروبي، وما هي مصادر تلك الانتهاكات، واي يعني وعلى ما يستند البرلمان الاوروبي، وايا كان وما مصادر تلك الاستندات. طيب ربما هذه الاسئله يجيب عنها السيد محمد زارع. اذا سيد محمد، استمعت الى السيد نجيب جبرائيل، ما هو ردك؟ يعني مؤكد ان التقرير اللي خرج عن البرلمان الاوروبي بيتحدث عن وقائع محدده، بيتكلم على وجود كثير من المسجونين داخل السجون المصريه بسبب حريه الراي والتعبير، وانه اتقبض عليهم بسبب تدوينات او بسبب ممارسه عملهم المهني كمحامين او مدونين او سياسيين. ويعني ممكن اقول بقى كمان يعني على الضفه الثانيه، الدوله المصريه اعترفت بالكلام ده
والرئيس الجمهورية تم الإفراج في الفترة الماضية على عدد منهم، يعني معنى كده أنه كلام الاتحاد الأوروبي يعني ليس كلام في الهواء، لكن كلام ليه أرض على أرض الواقع، ليه تفاصيل. ثم أنه القرار الأوروبي أيضا تحدث عن كثير من المشكلات الموجودة، زي مثلا بعض الناشطين زي علاء عبد الفتاح الباقر، اتكلم التقرير على أيمن هدهود اللي توفى مؤخرا وانه في شواهد لتعذيبه، اتكلم البرلمان الاوروبي على عدد من الناشطين المسجونين في السجون المصريه، تحدث عن حاله الطوارئ اللي طبقت في مصر فترات طويله، تحدث عن اشياء كثيره، عن عقوبه الاعدام. يعني هناك كثير من الوقائع اللي سردها التقرير وتحدث عنها، ونعتقد جميعا اللي شغالين في مجال حقوق الانسان يعرف ان في مشكلات. رئيس الدوله المصريه نفسه تكلم على انه في الفتره الماضيه انه في حوار يعني مجتمعي، وانه في حوار ما بين الشعب المصري وطوائفه، وانه شكل لجان الافراج عن المسجونين. يعني احنا عندنا مشكله فعلا. الحديث بقى لانه ما عندناش مشاكل وان احنا دوله ما عندناش اي مشاكل على الاطلاق، ده يعني حديث لن ينطلع على احد. ثم انه حتى اعضاء البرلمان الاوروبي هم موجودين في شرم الشيخ تعرضوا لمضايقات لمجرد انهم شاركوا في بعض الندوات، وشافوا المجتمع المدني المصري هو بيحاصر ويمتنع، يعني يتم منعهم من التعبير عن رأيهم، بل بالعكس كان بيتم شحن أشخاص يعني بزي موحد. والحديث على أنه علاء عبد الفتاح مثلا أنه مجرم جنائي، وده أشياء غريبة جدا كانت بتحدث، الأوروبيين أول مرة يشوفوا الحاجات بالشكل ده. فالحديث يعني ليس من فراغ. أنا أظن أنه كان واجب على الدولة المصرية أنها تستقبل البيان ده بهدوء، وتشكل لجنة للتحقيق فيه بشكل أمين تتحدث. حتى البيان بيتكلم على إن الإيجابيات ليست كبيرة، ونقول إن الإيجابيات ليست كبيرة، وإنه في المستقبل إحنا هنعمل واحد اتنين ثلاثة. أما الحديث على إنه، وهذا ما حدث مساء اليوم، البرلمان المصري خرج وقال إنه لا أحد يتدخل في الشأن المصري، وإن دي لغة استعلاء، وإنه الوضع حقوق الإنسان في مصر على أفضل ما يكون، ده كلام يعني أنت بتسد أمام الآخرين مجرد أنه ينتقد. فعلينا بقى أن احنا نواجه المستقبل. الاتحاد الأوروبي يستطيع أنه يلغي الاتفاقية، يستطيع أنه يجمد الاتفاقية، يستطيع أنه يمنع المساعدات، ومصر دولة يعني تقدر تعيش بشكل منفرد، فلتقوم بذلك. طيب سيد نجيب، إذن كما استمعت إلى سيد محمد سرد لك ربما الأمور التي كنت تسأل عنها، لكن ولكن اسمح لي فقط، أليس بموجب هذه المعطيات، بموجب التوصية الصادر عن البرلمان الأوروبي، أن هنالك فعلا أزمة يجب الالتفات إليها؟ دعيني يعني دي فرصة أتكلم من الحقيقة. ضيفك الكريم برضو اعتاد أن يسرد من عموميات دون أن يفصل ودون أن يوجز ودون أن يدلل، بمعنى أني وسرد بعض الوقائع علاء فتاح، وأن هناك كان قمع في شرم الشيخ ومنع مظاهرات. لا بالعكس، في شرم الشيخ كان مساحة تسع أكثر من 10,000 متظاهر، وأخت علاء فتاح كانت بتتكلم بحرية تامة، وكانت يعني وجميع المتظاهرين، إذن لا كبت المتظاهرين ولا قمع المتظاهرين كما يدعي الأخ الزميل الموجود عند حضرتك. الأمر الثاني أني لسنا نقول أن الصورة وردية على الإطلاق. في أعتى دول العالم وأكثرها ديمقراطية في بريطانيا مثلا، وشفنا أن لما قتل وهو ولم يدعه يتنفس الشخص المرون في الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا عايز أقول حاجة مهمة جدا كمان، أن حتة العفو الرئاسي تؤخذ لمصلحة مصر وليس ضد مصر. حينما تشكل لجنة برئاسة رئيس الجمهورية أو بتنسيق مع رئيس الجمهورية وتبحث في ملفات المساجين والسجناء، إنما هذا يرتقي بنا إلى أعلى إلى مستويات عليا من احترام حقوق الإنسان، وليس هذا يعني دليل ضدنا. هذا أمر. الأمر الثاني، حينما يقول البرلمان المصري لا تتدخل في السيادة المصرية، هذا أيضا أمر من الدساتير العالمية وأيضا مبادئ الأمم المتحدة تقول هذا. لا يمكن لدولة ما أن تتدخل في دولة ذات شأن وذات سيادة، بمعنى أن علاء فتاح حينما تم احتجازه وتم القبض عليه وتم حبسه، إنما أيضا تم وفقا لأمر من النيابة العامة، وأيضا إلى اتهامات وجهت لي بالتحريض على قلب نظام الحكم، وأيضا انضمام الجماعة الإرهابية والتحريض على قتل ضباط الشرطة. فهذه جرائم جنائية في أي دولة في العالم
لا يمكن ان نعتبرها ان نعتبر القبض على في مثل هذه الجرائم هو انتهاكات لحقوق الانسان. اما الدعوه والتحريض، الزميل الحاضر، الدعوه ضد مصر للبرلمان الاوروبي، اعتقد ان البرلمان الاوروبي ليه مفوضيه في موجوده في مصر، وايضا وزارت اكثر من مره السجون المصريه، وكما قلت ان اكثر من وفد جه من البرلمان الاوروبي زار السجون المصريه وراى بام عينيه انه لا توجد انتهاكات، وانما الامور العاديه. زي ما قلت لحضرتك، نحن دوله ليس دوله ورديه ولا دوله افلاطونيه، ولا نعيش على ارض افلاطونيه كل الدول فيها بعض بسبب نحن دوله نكافح الارهاب ونحارب الارهاب، ولابد ان يكون هناك ايضا مجال لي يعني مراعاه حقوق الانسان في هذا الامر. طيب، في رد الفعل مجلس النواب المصري قال بأن قرار البرلمان يدلل على إصرار البرلمان الأوروبي غير المبرر في استمرار نهجه الاستعلائي تجاه مصر. هذا الرد الذي جاء قبل لحظات. أيضا السؤال لك سيد نجيب، تعليق على هذا الأمر. إذا مصر عايز أقول لحضرتك، عشان عاوز أدلل وأكذب على ما جاء بقرار البرلمان الأوروبي أو بيان البرلمان الأوروبي. أولا، البرلمان الأوروبي ذكر أن يعني هناك انتهاكات وتضييق على المسيحيين في الكنائس، ودلل وتحديدا في كنيسه حريق كنيسه ابو سيفين في امبابه، وقال ده تضييق على المسيحيين. انا بقول لحضرتك وانا مسيحي قبطي، وبقول ان البيان الصادر من الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه بان حريق ابو سيفين كان نتيجه ماس كهربائي ولم يكن نتيجه تضييق علينا. يعني انا بقول لك اهو، الكنيسه نفسها بتقول كده، فازاي يزعم ان البرلمان الاوروبي ان هناك تضييق في هذا الامر فيما يتعلق بكنيسه ابو سيفين في امبابه. فالامر الحقيقه يعني انا اراه ان مجرد ان هو يعني اعتاد البرلمان الاوروبي من خلال منظمات معينه ومنظمتين معينتين بعينيهما، وهو العفو الدوليه وهو ما رصوش، اعتاد ان يكيل لمصر ويناصب العداء لمصر، ما تكلموش عن حرق الكنائس اللي هو الاخوان المسلمين الارهابيين اللي هم حرقوا الكنائس 84 كنيسه، ما تكلموش ليه عن ما جابوش ليه سيره ما هيحدث في معسكر في سجن ابو غريب او غوانتنامو. طبعا سيد نجيب، لماذا نحافظ على بعض ما تفضلت به، لكن هنا انقل الى السيد محمد زارع في 30 ثانيه لو لديك اي تعليق اخير، تفضل. انا التعليق بس الاكيد، لان الاستاذ نجيب انا عارف انه محامي، فالحديث على ان علاء عبد الفتاح كان بيحرض على القتل والشرطه ده كلام ما هو صحيح. تحقيقات النيابه بتتكلم ان علاء عبد الفتاح عمل تدوينه اتحدث فيها عن شخص داخل السجون المصريه تعرض للتعذيب حتى الموت، هو هذا فقط جريمه علاء عبد الفتاح اللي خد عنها 5 سنين سجن. فاي حديث على انه هذا الرجل لمجرد تدوينه على الفيسبوك وعلى تويتر ان في شخص تعرض للتعذيب ياخد 5 سنين سجن، والحديث طول الوقت بقى المشوه من اشخاص ما عندهمش معلومات دقيقه يطلعوا يتكلموا عليه انه ارهابي وانه هذا الرجل يعني دعا لقتل ضباط الشرطه، هذا كلام كذب وافتراء. ارجع لتحقيقات النيابه، تجد علاء عبد الفتاح رجل كل ما قالوا انه تحدث عن زميل في الزنزانه تعرض للتعذيب حتى الموت، وكان بيعمل ريتويت، يعني مش هو اللي كاتب التويته ده، هو عمل اعاده ارسال ليه. فانا اتمنى ان الناس اللي تتكلم انها تكون كلامها موثق. علاء عبد الفتاح خد 5 سنين علشان عمل تويته على التويتر، فهل هذا نعم واضح؟ شكرا جزيلا لك سيد محمد الزارع، مدير المنظمه العربيه للاصلاح الجنائي، وعذرا للمقاطعه فقط لضيق الوقت. اذا سيد محمد الزارع شكرا جزيلا لك، واشكر كذلك السيد نجيب جبرائيل رئيس منظمه الاتحاد المصري لحقوق الانسان. مشاهدينا، المسائية مستمرة، وبعد الفاصل باقي فقراتنا وفيها: انطلاق الحملات الانتخابية للانتخابات التشريعية في تونس وسط مقاطعة كتل سياسية.